السلام عليكم. اليوم نقدموا لكم سمك زريقه او الدوغات مرافق بالبطاطا مسلوقه صغيره ولا صوص موتارد. نحتاج في هذا الحوته حوته ديال زريقه بطبيعه الحال، بطاطا مسلوقه مده 10 ديال الدقائق، نحتاجوا الحامض، قزبر ومعدنوس، موتارد، زبده، بصله وحده مقطعه شنانف صغيره، ورقة موسى، جوزة، سكينجبير خضر، ثومة، كذلك نحتاج العسل، مايونيز، عصير الحامضة أو عصير وحدة حامضة، مجموعة ديال الأعشاب منسيمة، والإبزار والملحة. أول حاجة غنبداو بالتشرميلة ديال هاد الحوتة الزريقة. غادي ناخذ الثومة غنحكوها، نزيد شويه ديال عصير الحامض، ملحه، إبزار، أعشاب منسيمة، شوية ديال قزبر ومعدنوس، بطبيعة الحال نخلط هاد العناصر كاملة. نبداو ندهنو الحوتة ديالنا من الداخل، نجي نتنبص بطبيعة الحال، ندهنو الحوتة ديالنا من برا من فوق ومن تحت. غناخدو واحد جوج طريقات ديال الحامض، ندخلو من الداخل البطن ديال الحوتة، كذلك في الرأس، نتوما عارفو الحامض كيدير واحد النسمة يعني هائلة بالنسبة للحوت، كتوت بشكل كبير من الحوت. دابا غنوضعو الحوتة ديالنا في الطاوة، دابا غادي ندوزو نصاوبو البطاطا ديالنا. نزيدو زيت البلدية، بطبيعة الحال هاد البطاطا مسلوقة مدة 10 ديال الدقايق، تقريبا درت جوج معالق صغار ديال زيت البلدية، معلقة صغيرة ديال الربيع، نزيدو ملحة، إبزار، أعشاب منسيمة، نخلطها بالطاقة ديالنا شوية، بطبيعة الحال غادي نضيفوها من الأخير الى جانب هاد السمكه ديال زريقه.
دابا غنضيفو ورقات ديال التموسة الجناب ديال هاد السمكة صافي. وغادي ندخلو السمكة ديالنا للفران. بالنسبة لهاد السمكة غادي نرافقوها بطبيعة الحال بواحد لاصوص. هاد لاصوص غنحتاجو فيها من الزبدة غنوضعو الزبدة ديالنا في المقلة نضب شي شوية غنضيفو ليها البصلة نقطعها رقيقة غنضيفو الملحة غنضيفو التومة تقريبا جوج دريسات ديال التومة نحكوهم نحكو شوية ديال الوزة بطبيعة الحال شوية ديال سكينجبير خضر كنعرفو سكينجبير كيجي هائل في هاد ليصوص ملي تبان لينا شوية البصلة بدات كتنزل بطبيعة الحال غنضيفو العصير الحامض غنضيفو بطبيعة الحال ثلاثة المعالق كبار ديال مطاط دابا غنضيفو مايونيز تقريبا ثلاثة ديال المعالق كبار تقريبا ضفنا مقدار معلقة كبيرة ديال العسل بطبيعة الحال هادشي كله كنديرو على نار مهينة وفي الاخير كنضيفو شي شويه ديال الزعتر وصافي دابا لاصوص ديالنا هي واجده يعني ما كتاخذش وقت كثير صافي نطفيو عليها العافيه ونجدو الحوزه ديالنا